أشرقي يا شمس إنا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح. غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء. كلنا فهل جميل ووئام وسلام، ينشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام. يوم جديد بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها هو اللقاء يتجدد معكم في يوم جديد. اليوم يعني إن شاء الله طابعه خاص، يوم الأربعاء كان من الأيام المحببة قبل أن ينتقل أو أن تتغير أجازة الأسبوع من الخميس للجمعة، أصبحت يوم الجمعة والسبت، فأصبح الأربعاء كذلك خفيف الظل. فإن شاء الله تكون حلقتنا اليوم حلقة خفيفة، الأنس بالله غاية الكل ينشدها، هي مدار حديثنا بإذن الله مع ضيفنا الشيخ عبد العزيز بن داود الفايز المشرف العام على موقع منارات الدعوة. كل أربعاء نصحح ما قد نخطئ به في ألفاظنا، لحن القولي مع الدكتور عبد العزيز الحربي رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، ومستشارنا الطبي الدكتور معاذ ممدوح معنا اليوم في فقرته الطبية المتميزة. أما الزميل حسن عبد الرحمن الحاج فقد جال بنا في تقريره في حفل مراكز الأحياء في جدة، وهكذا قالوا الفقرة التي يعدها الزميل عوض البكاري وتنتجها لنا الأخت الكريمة فطم العضياني. كل هذا في يومنا الجديد، ولكن قبل أن نبدأ إشراقة قرآنية. يوم جديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه شيء، ولذلك دائما في كتابه الكريم يذكر بني آدم بأنه عليم وأنه حليم وأنه حكيم وأنه خبير وأنه بصير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه فيقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الغيب أيها الأحبة لا يعلمه أحد غير الله سبحانه وتعالى، ومن زعم أنه يعلم الغيب فقد ارتكب محظورا وناقضا من نواقض الإيمان وخرج من الدين، لأن العلم صفة، علم الغيب صفة لله سبحانه وتعالى لا ينازعه فيه أحد. قال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه جل في علاه، ثم قال ويعلم ما في البر والبحر، كل الذي في البر وكل الذي في البحر لا يغادره علم الله سبحانه وتعالى شيء، لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى شيء. وعنده علم الغيب لا يعلمها إلا عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر أيها الأحبة، حينما المسلم والمسلمة يتأملان في هذه الآية، يتأملان في هذا الوصف، إلا في كتاب مبين لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لذلك أيها الأحبة، دخل طاووس بن كيسان رحمه الله على الإمام أحمد وكان مريضا رحمه الله، فكان يتأوه ويتنهد ويزفر، فقال له طاووس يا أبا عبد الله هل هذا في صحيفة الحسنات أم في صحيفة السيئات؟
فلم يسمع للإمام أحمد زفرة بعد ذلك اللقاء. نعم أيها الأحبة، لا بد للمسلم دائما أن يستشعر علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعلم السر وأخفى، وأن الله سبحانه وتعالى عليم خبير بصير لا يفوته شيء. المسلم ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه في كل لحظاته، في ليله وفي نهاره أيها الأحبة، لا تخفى عليه خافية، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه فيقول: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. المؤمن حينما يكون إيمانه يتحرك في قلبه، وحينما يراقب الله سبحانه وتعالى، سيراقب الله في الصغيرة قبل الكبيرة، وفي الباطن قبل الظاهر، وفي النهار وفي الليل قبل النهار. لماذا؟ يتعامل مع الحي القيوم الذي يعلم السر وأخفى. أيها الأحبة، لعلنا دائما ينبغي أن نتذكر هذه الصفة في كل أوقاتنا حتى ننقاد إلى أمر الله سبحانه جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يوم جديد. أقامت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة حفل برنامج جاري توثيق الجوار ونشر ثقافة الحوار، الذي يعد من البرامج الرئيسية التي تنفذها الجمعية تحت محور غرس وتعزيز قيم المجتمع والشعور بالمسؤولية. بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم قدم الأستاذ إبراهيم مجيدي كلمة بعنوان رسائل جار لجاره. جبريل أمين الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليذكره بمكانتك يا جار العزيز، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم استمع الحضور إلى قصيدة شعرية بعنوان الجار قبل الدار، ألقاها الأستاذ عماد الشريف. والبر قلاح وابل الغيث همان. وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات التي تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حسن الجوار، ومن هذه الفقرات مسرحية اجتماعية طرحت أهمية الجوار بعرض درامي وفكاهي متميز. ابراهيم دا حتى انك دائما كده يقول في انا والله ابراهيم دا واحد خلاص انا ماشي يا ابراهيم سلام عليك خلاص انت جاي ما يصير يلا ابراهيم تعال تعال ايش هذا يا ابراهيم تعال يا جار تعال الله يسعدك ايش هذا هذا قاطع حبيبي روح تبيعه وتعطي الفلوس يا ابو وسام طيب الله وجهك اهلا موجي ما حيبيض الدنيا ان شاء الله في الاخره باذن الله. وقدم عمد الأحياء حوارا شيقا تطرق للجوار بين الماضي والحاضر، شارك فيه عدد من الحضور. المهم انه دق التليفون رفعت انا. مين قال لي؟ انا النقيب سعيد. نعم يا سعيد، خير والصلاة على النبي. قال والله يا عندنا رقبة في الحارة. رقبة في الحارة من اول ساعة انا مستلم فيها الحي حسبنا الله ونعم. ليش سويت؟ وقدم أمين عام جمعية مراكز الأحياء محافظة جدة المهندس حسن الزهراني عرضا مرئيا بعنوان حوارنا وثق جوارنا، حيث تم تعريف الحضور بمواقع مراكز الأحياء المنتشرة في مدينة جدة والتي تبلغ 33 مركزا. شعرنا أن برنامج الجوار نستطيع أن نقدمه في أكثر من محور، يعني توثيق الجوار عن طريق الرحلات هذه، توثيق الجوار عوائل، توثيق الجوار عن طريق جائزة الجار المميز في كل حي، من هو الجار الذي يقدم خدمات الحي، وفي معيارين بسيطة جدا، يعني أن يكون إنسان أليف مألوف يعرفوه الحي ويعرفه. الشيء الثاني يكون عنده برنامج هو يعني يقدمه للحي. برنامج جاري هو مجموعة من برامج، توثيق الجوار واحدة من أهم البرامج. في هناك رحلات للعمرة، رحلات المدينة المنورة، رحلات عائلية، تلتقي الأسرة جار إلى جاره في برنامج هاتف الحمد لله. يذكر أن مراكز الأحياء تقدم مجموعة من البرامج التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية من أجل تعزيز الروابط بين أبناء الحي الواحد. يوم جديد.
البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة مستشارين الطبي الدكتور معاذ ممدوح، حياك الله. نحن عندنا كذا يقولوا زيادة في نسب التدخين سواء في السعودية أو العالم العربي، نسب الإقلاع في شيء يحدد دراسات تقول والله في ناس تقلع، يعني نسب إقلاع مرتفعة، إيش هي الفوائد التي يجنيها المقلع عن التدخين؟ جيد، بداية أنا أحب في بداية هذا اللقاء أن أعتذر عن خطأ خلل طفيف حصل في الحلقة الماضية، وهو أني أخطأت لغوي لفظا، قلت عدد المدخنات وكانت أرقام كبيرة، فهي عدد المدخنين حتى تكون الأمانة العلمية. وبداية اليوم اخترنا الإقلاع عن التدخين، وتخيل أنا تخيلت أنه واحد فاتح المقطع يشوف قال فكك من المطابع ذولا ما عندهم غير سالفة، حيرجع يقول اتق الله ولا ضرر ولا ضرار ونفس الكلام. أنا أقول خلي يعطينا دقيقتين ثلاثة يسمع من عندنا، نريد اليوم نعكس النقاش ويسمع من بدل ما أنه يسمع المضار يسمع الفوائد. الإقلاع كلمة إقلاع في اللغة معروف أنها الكف أو الامتناع عن الشيء، وقد ذكرها الله عز وجل في سورة هود، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. هذا الإقلاع عن التدخين كل مدخن يعرف أنه كل ما دخن زيادة، كل ما تناول أكثر، كل ما طالت المدة، كل ما الأضرار عليه أكثر. نقول له قالوا لك راح تموت وسرطان ومدري إيش، طيب هلا سألت نفسك يوم، طيب أنا إيش لو وقفت إيش هذا الجسم المسكين راح يستفيد؟ أقول له بمجرد أن تنتهي من السيجارة بعد 20 دقيقة سوف تكون الأطراف فيها نبض وضغط وحرارة جيدة، ثم بعد 8 ساعات يستطيع الجسم أن يصفي النيكوتين بنسبة 93%. هذا طبعا مختصر صورة توضح في هذا السلم معمول على شكل سيجارة وهكذا. ثم بعد 48 ساعة تجد نفسك رجعت لك حاسة الذوق والشم، ثم بعد 72 ساعة تجد نفسك أنك أصبحت أقدر في مسألة التنفس والشعب الهوائية، ثم بعد أسبوعين تجد نفسك أنك الضيق والتوتر والقلق الذي ناتج عن جراء تركك التدخين كما يصوره البعض أنه يطول، بعد أسبوعين كله سوف ينتهي. وظائف الرئة نفسها تتحسن بعد أسبوعين، الدم الذي يجري في اللثة بمقارنة مع المدخن تكون أنت وهو سواء بعد أسبوعين، بعد 3 أشهر تتخلص أنت من السعال المزمن اللي يتعبك ويصحيك من النوم وكل ساعة تكحكح وفي كل مكان الناس تضايق منك. بعد 9 أشهر الاحتقان الموجود في أنفك يزول، الشعيرات التنفسية التي تزيل الغبار وتزيل يعني كوسيلة دفاعية هذه تعود بالنمو بعد 9 أشهر. بعد عام واحد نسبة إصابتك بالجلطات والأمراض القلبية تنخفض بمعدل النص. جميل. وتتلاشى خلال 10 سنين. أيضا بعد 10 سنين تقل نسبة إصابتك بسرطان الرئة بنسبة 50%. وبعد 20 سنة أنت سوف تكون في مستوى واحد مع غير المدخن. هذه فوائد حقيقة يعني تستحق أن الإنسان يقف عندها قليلا. حيجي واحد حيقول لا والله بس عندي بعض الأمور وهي أنا اسميها شبه. أول شيء يقول لك أنا اقتنعت بكلامك، كلامك على رأس العين جميل جدا، لكن إن شاء الله أنا عندي عزيمة، لكن خلها 2 سنين، خلها 5 سنين. أنا أسألك سؤال، لابد أن تكون صاحب عزيمة قوية وصاحب جواب واضح للسؤال، أنت تريد الضر لنفسك؟ فلابد أن تعلنها مدوية أنه أنا خلاص ما أبغى ضرر زيادة. فإذا أنت ناوي تقلع بعد 5 سنين يا أخي وش المانع أنك تقلع من اليوم؟ واحد يقول لك لا والله ما ظل من الأصدقاء إلا هذه السجارة صديقتي، طيب ظلت معي. أقول أن الصديق لا يقتل، الصديق لا يضر، الصديق قد الضيق لينفع. واحد يقول والله يا أخي ما أنت وترت حتى السجارة تفك الضيق وتفك التوتر، أقول له غلطان، النيكوتين يرفع النبض يرفع النفس يرفع الضغط، والثلاث أمور هذه هي عوامل التوتر ليست عوامل راحة. يقول لك والله أنا تعودت عليه دائما في يدي، أحس أنه لو ما كانت في يدي هنالك شيء ناقص. أقول هذه اليد التي ظلمتها أنت تعمل في اليوم أكثر من 300 حركة، ما ظلت لك إلا سجارة شيلها وقلت إنها ظلت في يدي. يقول لك أنا أحب والله أحس أنها تشغلني وتشغل وقتي، أقول له الجوال والواتساب والفيسبوك والتويتر ما عاد ظل واحد يقول أنا وقتي ما هو مشغول. أثبتت الدراسات أن المدخنين 75% منهم هم حقيقة عندهم رغبة حقيقية أن يريدون يقلعوا عن التدخين، و25 هم الذين لا يفكرون بالتدخين. أقول أنت تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى إصرار،
تحتاج إلى مساعدة بعضها بأدوية. أنا أعرف ناس بعزيمة فقط انتهوا. أقول ختاما لا تكن كبني إسرائيل، يعني الله عز وجل قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وترهم ما استبدلوا شيء ضار، استبدلوا المن والسلوى، قالوا ودنا ثوم وبصل وعدس. طيب أنت تستبدل بالضار وتستبدل بالقاتل، وقد حقيقة قد أفاد وأجاد من قال أعطيه من رئتي قوتا ومن مالي ليأخذ العمر من ذراتي أوصالي، هذا الدخان الذي أفني لفافته يفني حياتي ويدنيني لآجالي، سم بطيء شهقت به فانساب في بدني لصا يمزق أحوالي وأعصابي وأحوالي، يا ويح من يشتري لصا ليقتله بالمال مهما يكن في شك إقلالي. الله يعطيك العافية، نسأل الله أن يحمي شبابنا وأن يجعلهم من 75 الذين ينون ويفعلون إن شاء الله. ليس ينون. شكرا جزيلا لك دكتور معاذ، شكر موصولا لكم مشاهدينا الكرام. انتهت فقرتنا الطبية هكذا قالوا. قال عربي لابن له سمعه يكذب: يا بني إن الكذاب يتعرض للعقاب، إن قال حقا لم يصدق، وإن أراد خيرا لم يوفق، فهو الجاني على نفسه بفعاله، والدال على فضيحته بمقاله، فما صح من صدقه نسب إلى غيره، وما صح من كذب غيره نسب إليه. أوصى حكيم ابنه فقال له: يا بني اغلب غضبك بحلمك، ونزقك بوقارك، وهواك بتقواك، وشكك بيقينك، وباطلك بحقك، وشحك بمعروفك، كن في الشدة وقورا، وفي المكاره صبورا، وفي الرخاء شكورا، وفي الصلاة متخشعا، وإلى الصدقة متسرعا. قال المهلب بن أبي صفرة لابنه عبد الملك: إياك والسرعة عن المسألة بنعم، فإن أولها سهل في مخرجها، وآخرها ثقيل في فعلها، واعلم أن لا وإن قبحت فربما روحت، وإن سئلت أمرا فقدرت عليه فأجب، وإن عرفت أن لا سبيل إليه فاعتذر منه، فإنه من لم يعد معتذرا فقد ظلم. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. قبل أن نبدأ في راصدنا المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية، كان له مجموعة من البرامج المميزة. من هذه البرامج برنامج هدية علمني الإسلام، وقد كانت هناك بادرة بحمد الله أن قدم المكتب التعاوني مجموعة من الهدايا التذكارية لطاقم التحكيم الإيطالي الذي حضر إلى المملكة العربية السعودية في مباراة كانت في مكة يوم الأحد الموافق 27 جماد الآخرة، بالتعاون مع مكتب رعاية الشباب بجدة. جميل أن تكون مثل هذه المبادرات ومثل هذا الوصول إلى أصحاب إلى من يفدون إلينا، ومثل هذه الهدايا تصل مداها إلى كبير، نسأل الله أن ينفع بها. راصدنا الزميل عبد الرحمن باوزير رصد لنا مجموعة مما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي. من الصور الأكثر رتويتا البارحة في تويتر صورة منشورة من الأردن لحضور الآلاف من الناس لمحاضرة الشيخ الدكتور محمد العريفي في ساحة مسجد الأردن بمدينة الزرقاء، والتي اكتظت بالحاضرين الذين قدم بعضهم من خارج المدينة، والصورة أكثر بلاغا وتعبيرا. ومن الجدير بالذكر أن المحاضرة كان مقرر عملها بالمسجد، ولكنهم يعني نبهوا وأعلنوا أنها تكون في ساحات المسجد نظرا لتخوفهم من هذا الزحام الذي حصل، وهذا دليل على فطرة الناس وحبهم للخير. من التغريدات الأكثر رتويتا يوم أمس بأكثر من 1600 رتويت وإعادة تغريد، تغريدة مع صورة لعائلة في الأحساء تقيم وليمة لعامل كافتيريا بجوار منزلهم بعد أن قضى 24 سنة حيث سيغادرهم إلى بلده بدون عودة. 24 سنة ما شاء الله خدمهم، والآن يختمون
بهذه الوليمة الجميلة، وهذا هو الصورة أو هذه صورة من صور الوفاء التي نستمتع بها كثيرا في مجتمعاتنا، نسأل الله عز وجل أن يديمها. من مقاطع اليوتيوب التي حققت أكثر من 22 ألف مشاهدة خلال 3 أيام فقط، مقطع لتلاوة بصوت القارئ الألماني فاتح سفرجك، فلنشاهد ولنستمتع بهذه التلاوة. يوم جديد وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقومهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد. جميلة هي هذه التلاوة، نسأل الله أن يفتح علينا ثبتنا وإياكم على الحق. من منشورات البارحة على الفيسبوك والتي حققت أكثر من 360 إعجاب، أبيات كتبها الشاعر والأديب والأريب الدكتور عبد الرحمن العشماوي على صفحتها الرسمية، قال فيها: حقيقة لوعها الجاهلون لما تنافسوا في معانيها ولا احتربوا، ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب. بحق، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب، ما قيمة الناس إلا في مبادئهم. من جديد الصور الفوتوغرافية من مواقع التصوير المتخصصة، لقطة للمصور سعيد بافضل اسمها ابتسامة المطر، حصلت على تقييم بنسبة 98 في الموقع العالمي 500 بكسل. صورة معبرة وجميلة، والمصور سعيد من المصورين الواعدين اللي نسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسعده وأن يسخر هذه الخدمة وهذه المهارة والموهبة في خدمة دينه. كانت هذه آخر أخبار راصدنا التي رصدها الزميل عبد الرحمن باوزير، إثراء في لحن القول مع الدكتور عبد العزيز الحربي. مشاهدي الكرام، من الأخطاء الشائعة ما يقع في أسماء أيام الأسبوع 7 التي تبدأ من يوم الأحد وتنتهي بيوم السبت، ويتوهم كثير من الناس أن يوم السبت هو أول أيام الأسبوع، وأول أيام الأسبوع هو يوم الأحد لا يوم السبت. يقول الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فكان أول الخلق في يوم الأحد وانتهى بيوم الجمعة ولم يكن في السبت خلق. الأحد لا أعرف فيه لحنا شائعا، وأما الاثنين فبعض الناس يجعل همزته همزة قطع، وهمزته في الحقيقة همزة وصل، وبعضهم يجعلها همزة قطع تفرقة بينه وبين الاثنين صفة. وأما الثلاثاء فهكذا ينطق: الثلاثاء أو الثلاثاء. أما الثلاثاء أو الثلوث فهذا خطأ. الثلوث هي الناقة التي لها أخلاف، وأما الأربعاء فيقع الخطأ فيه حينما نسميه بعضهم الربوع، والصواب الأربعاء. واللغة العربية تتيح لك أن تقول الأربعاء بالكسر أو الأربعاء بالفتح أو الأربعاء بالضم، فلك 3 لغات وأنت حر في ذلك. وأما الخميس فلا أعلم فيه لحنا شائعا، إلا أن بعض الناس من العوام قد يسميه الخموس وهذا خطأ. وأما السبت فلا أعلم أيضا كذلك
فيه لحنا شائعا، إلا أن بعض الناس من حيث المعنى قد يظن أنه هو أول أيام الأسبوع، وإنما هو آخر أيام الأسبوع. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سديد القول وحسنه وطيبه. كلنا فهل جميل ووئام وسلام، ينشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام يوم جديد. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الفقرة الإيمانية التي نتحدث فيها عن الأنس بالله، وهذه الفقرة هي ثالث لقاءاتنا الإيمانية مع الشيخ شيخنا وحبيبنا الدكتور عبد العزيز الفايز المشرف العام على موقع منارات الدعوة. حياك الله شيخنا الكريم. حياكم الله. الله يعطيكم العافية. شيخنا الكريم، حنا كان لنا ثلاث لقاءات، اليوم يكتمل العقد الثالث، وستكون هناك نعلن إن شاء الله مسابقة في آخر الحلقة عن هذه الثلاث حلقات لأفضل تلخيص فيها، وعن الهدية التي ستكون إن شاء الله عز وجل فيها. والهدف أن احنا نصل إلى مثل هذه المراتب الإيمانية العظيمة. اليوم سنتحدث عن الأنس بالله. إيش المقصود بالأنس بالله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معه بمنه وعفوه وكرم. أما بعد، فالأنس ضد الاستيحاش، والأنس مطلب لكل إنسان يبحث عن ما يؤنسه في هذه الحياة ويشرح صدره، وهذا مطلب اتفقت عليه البشرية، ولكنهم اختلفوا في كيفية الحصول على الأنس. فمن الناس من يظن أو يكون أنسه في سفره وفي رحلته وفي ذهابه وإيابه، ومن الناس من يظن أن الأنس بكثرة اللقاءات والجلسات والسهر والسمر ونحو ذلك وغير ذلك من تعدد آراء الناس حول الحصول وكيفية الحصول على الأنس. والاستيحاش يكون بالأشياء التي لا يرغبها الإنسان، ذهب إلى أرض لا يعرف أحدا فيها يستوحش ولا يستأنس ولا يطمئن، أو رأى شيئا من المخلوقات يجلب له الوحشة وهي ضد الأنس. فالأنس هو الارتياح والاطمئنان والهدوء والشعور بالراحة، فهذا هو الأنس، أن يشعر الإنسان بالراحة والطمأنينة والسكينة وراحة البال، هذا هو الأنس في مفهومه العام. طيب يا شيخ، هذا الأنس يعني أين يكون؟ يكون في القلب، في ذهنه، في وقته، في كيف يشعر به الإنسان؟ الأنس الكامل والحقيقي لا يمكن أن يدركه الإنسان إلا إذا اتصل قلبه بالرحمن. والأنس يا أبا عبد الله هو أفضل ملذات الحياة الدنيا على الإطلاق. أقول لكل مشاهد ومشاهدة أن الأنس بالله جل وعلا هو ألذ وأطعم ما في هذه الحياة. لو تأتي بملذات الدنيا بأنواعها وأشكالها لا تعادل لذة الأنس بالله جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. والأنس بالله جل وعلا لا بد فيه من أمور أساسية، حتى سأذكر في نهاية اللقاء الأسباب، لكن لابد فيه من أمور أساسية قبل أن أتحدث عن أدواته. الأمر الأول، لابد من الإيمان بالله جل وعلا، لابد من الإيمان بالله جل في علاه، تقدست ذاته وأسماءه وصفاته. ثم لابد من معرفته جل وعلا. ثم لابد من القيام بالواجبات.
هذه قواعد أساسية للأنس بالله جل وعلا، وسأذكر بعد قليل الأسباب الجالبة للأنس، لكن هذه القواعد الأساسية لا يمكن أن ينال الإنسان الأنس إلا إذا حققها. وكما قلت، إن أروع وأجمل ما في الدنيا أن يأنس القلب الله جل في علاه. ولذلك لما ذاق من ذاق الأنس بالله جل وعلا، قال أحد السلف لما ذاق طعم الأنس: أسأل الله إن أذن لأحد أن يصلي في القبر أن يأذن لي أصلي في قبري. والآخر لما قيل له أن أهل الجنة يعني يكافؤون بالنعيم المقيم، قال: يعني لا أصلي، أنا لا أستأنس إلا وارتاح إلا في صلاتي، أنسي وطمأنينتي في صلاتي. فقالوا له: الجنة فيها من النعيم كذا وكذا. قال: بس أنسي في صلاتي وراحتي وطمأنينتي في صلاتي لما أقف بين يدي الله جل وعلا. فكيف وصل هذه المرحلة؟ إذن لما نأخذ يا أبا عبد الله القواعد الأساسية للأنس بالله جل وعلا، هناك أدوات. جميل، ما هي هذه الأدوات التي توصل الإنسان لهذه المرحلة التي نحن يعني بعض حين الشيخ نسمعها؟ نعم. مثلا بعض القصص التي عاشها السلف وبعض الأخبار، لا أقول إن الإنسان قد يستبعدها، لكنها بما أنها وصلت إلينا عن طريق الثقات فإننا نوقن يعني أنها وقعت، ولكن كيف وصلوا إليها؟ أحسنت. أنا أتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامي من القلب إلى القلوب، نسأل الله عز وجل، لا سيما يا أبا عبد الله في هذا الوقت الذي كثرت فيه الصوارف وكثرت فيه مصادر القلق والفزع والخوف والاكتئاب والأمراض النفسية التي كثرت. هنا علاج يسير وهو الأنس بالله جل وعلا، يزول مع هذه الأمور بإذن الله جل وعلا. أول هذه الأدوات القلب، لأن مصدر الراحة أو قرار الراحة وإناء الراحة هو القلب. لو يأخذ الإنسان ما شاء ويتلذذ بنظره بما شاء، أو يأكل ويشرب ما شاء، أو يذهب إلى ما شاء وقلبه غير مرتاح، لا يمكن يشعر بالأنس أبدا. هذا الأصل، هذا الأصل أن يكون في القلب، وسأذكر كيف يكون في القلب ولماذا يكون في القلب. هذا القلب، هذا الإناء الذي هو ملك الأعضاء، لما أنس النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، هل مقومات الأنس موجودة عنده؟ كلها قلق. المصادر: مطلوب صلى الله عليه وسلم، جعلوا جعلا لمن يأتي به حيا أو ميتا، وفي غار، ليس في فندق وليس في قصر، والغار هذا فيه هوام، لكن أنس بالله جل وعلا لأن الأنس في قلبه، أعطاه الله جل وعلا الأنس، واتصل قلبه بخالقه سبحانه وتعالى، فاستقرت نفسه وأنس بخالقه جل وعلا. هذا الأنس في القلب، مقره القلب، لأن الله سبحانه وتعالى جعله يأنس به، فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فشعوره صلى الله عليه وسلم بأن الله معه، يحفظه بحفظه ويرعاه برعايته ويكلأه جل وعلا بعنايته، أعطته هذا الأنس في المقاييس البشرية كلها جالبة للخوف والجزع ونحو ذلك. كذلك موسى عليه السلام، المحيطات كلها مصادر جزع أو هلع أو خوف، تبع فرعون بحنقه وجيشه وغضبه وقل ما شئت والبحر أمامه، لكن أعطاه الله الأنس به. فلما ترى الجمعان قال موسى إننا مدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأنا أقول لكل من أتاه هم أو غم: أنس بالله جل وعلا، استشعر بأن الله قريب منك. وهذا الشعور، هذا الشعور، أعني شعور المؤمن بأن الله قريب منه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، شعور المؤمن بأن الله قريب منه، يسمع كلامه ويعلم سره ويعلم نجواه جل وعلا ويعلم حاجته، وحاجة هذا الإنسان بيد الله، وعطاؤه كلام ومنعه كلام، فيكشف البلوى عن هذا الإنسان بكلام: كن فيكون، فيزول هذا الهم والغم، ويرتفع هذا المرض، ويندفع هذا تندفع هذه الأذية. فهذا الشعور يا أبا عبد الله، إن الله جل وعلا مع العبد، يعطيه سكينة وطمأنينة، يأنس ولو كانت الظروف من حوله لا تساعده على ذلك الأمر. فهذا الأنس بخالقه جل وعلا الذي في القلب، وله مصادر في القلب. لما الإنسان
والأمثلة. لكن لما الإنسان يتوكل على الله هذا عمل قلبي. جميل. ومن يتوكل على الله فهو يعني فهو حسبه. قل لن يصيبنا، لا تأتي الآن الأمراض الآن التي موجودة المعاصرة يخاف من أمور مستقبلية، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيعلم هذا يودع الاطمئنان السكينة والراحة والأنس بالله. جميل. جل وعلا. ثم قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فكل ما يصيب المؤمن هو له، لأن حتى الابتلاءات ترفع درجاته، ليس عليه وتكفر سيئاته، ومن محبة الله، فكل هالمقومات تجعله يأنس بالله، فلا يتألم من هذا البلاء. أنا سأتحدث مو بموطن الراحة، حتى في موطن البلاء أن المؤمن يأنس بالله جل وعلا، ولو يعني أتاه مرض وألم لكن هنا أنسى في قلبه، لأن الله يعلم بأن الله سبحانه وتعالى قدر عليه هذا الشيء وفيه مصلحة لهذا الإنسان، فلا يتخوف من المستقبل، ويعلم أن الأمور قد قدرت وأن الله يتولى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. كذلك عمل قلبي إيمانه بقضاء الله وقدره، وأن الأمور فرغ منها وانتهى منها، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقلبه هادي مطمئن منشرح ساكن آنس بالله جل وعلا، لأنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شيئا عبثا، وإنما يقدر الشيء لمصلحة العبد ولو كرهته نفسه. فشعور العبد بهذا الإحساس أعني أنه أن الله سبحانه وتعالى حكيم في قضاءه في قدره، وأن الله يكفي من توكل عليه ومن اعتمد عليه، وأنه قريب جل وعلا ممن دعاه، فهذا القلب قد امتلأ الإخلاص لله جل وعلا. عند هدف هذا المؤمن أن يرضى الله، ولا يتشتت ذهنه مع الناس غضب فلان وزعل فلان، عنده صدقه وأخلاصه، وعنده هدف أن يرضى الله وحده، وعنده يقين. هذا الإنسان الذي أنس هالأنس والسعادة، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان، هذا الشعور عند المؤمن يجلب له غاية الأنس، إن الملك الذي خلقك جل في علاه يحبك، فهذا الشعور عنده سيشعر بسكينة واطمئنان. يتكلم الله جل وعلا باسمه، إن الله يحب أن يحب فلان باسمه، هذه لو يستمتع بها ويتلذذ بها تعطي غاية السعادة والسكينة. لأن الله إذا حب عبدا أسعده في الدنيا، وأمن عند الموت، وأمن في القبر، وأمن يوم الحشر والنشر، فمحبة الله هي سعادة الدارين. إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل، تتصور يا عبد الله الملائكة، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه الملائكة، ومحبة الملائكة لها ثمار، سيدعون له ودعاه مستجاب، فشعور المؤمن بأن الملائكة تدعو له وأن الله استجاب دعاه، هذا فيه أنس وفيه سكينة. ثم يطرح له القبول في الأرض، فتجد أن الأولياء والأخيار من أهل الأرض يحبونه ويدعون له، وهذا يعطيه سكينة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذا قمة السكينة والسعادة. فالمخلص عنده هدف أن يرضى الله، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فيشعر الإنسان بأنس لا يعلم به إلا الله جل وعلا، تقدس ذاته وتقدس أسماءه وصفاته. فهذه الأنس هو أعظم ملذة الحياة، أن يعيش القلب مع الرب جل وعلا، أن يعيش المسلم مع خالقه سبحانه وتعالى ويشعر بهذه الأعمال. وقل ما شئت من سائر أعمال القلوب، المحبة من العبد لله جل وعلا. وأنا أتمنى من يشاهدني الآن ويتأمل هذا الأمر، لو رأينا واقع بعضنا الآن تجد أن العبادة تكون إما خوف وإما رجاء، ويغاب عن الإنسان معنى المحبة أو عبادة المحبة لله. فرق يا أبا عبد الله بين من يسجد لله جل وعلا وهو محب لله لا يريد أن يهم هذا السجود، أو يدخل المسجد وهو محب لله، وشخص مجرد أنه يؤجر على هذا، خوف ورجاء. عبادة الأنبياء تقوم على ثلاث أركان، إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلما وعبادة المحبة هي رأس العبادة، هي الأساس، هي الأصل،
ولذلك تجد اللي يشعر بهذا المعنى عبادة المحبة يأنس بالصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال، للراحة بالصلاة أنس بالله، وجعلت قرة عيني بالصلاة. لماذا قام النبي صلوات ربي وسلامه عليه قرأ في سورة البقرة كاملة، ثم قرأ في سورة النساء، ثم رجع إلى آل عمران خمسة أجزاء بركعة واحدة؟ ألا تتعب القدمان؟ بلى. الأنس بالله أزال هذا التعب وهذا العناء وهذا المشقة. لماذا أهل قيام الليل لا يستمتعون إلا عندما يقفون بين يدي الله؟ ما هي الحلاوة التي وجدوها؟ سبحان الله، تركوا لذة النوم ولذة الفراش، وقد يكون سام مرهق ومتعب، لكن يجد لذة ما يجدها في أفضل جلسة وأحسن جلسة وأحسن سفرة. هذه راحة وأنسة لما يقف وينصب قدميه بين يدي خالقه جل في علاه. ولما قالت عائشة يا رسول الله لما تصنع بنفسك هكذا، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان أنس النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخاطب ربه وخالقه جل في علاه، تقدست ذاته وأسماءه وصفاته. فأنا أتمنى لما الإنسان يدخل إلى بيت الله يؤدي هذه العبادة محبة لله وخوفا منه ورجاء لثوابه جل وعلا، يرجو ما عند الله ويخشى عقاب الله، ويقدم على المحبة عبادة المحبة. فلما يشعر المسلم أن هذه أقرب صفة لله جل وعلا ويتضرع إلى خالقه، لا يريد أن يهم هذه السجدة ويريد أن يبقى في المسجد. ورجل قلبه معلق بالمساجد، لماذا تعلق قلب المؤمن بالمسجد؟ لأن يشعر أنه قريب من الله. جميل. يشعر قريب من الله، فهذا يعني فرع من أصل هذا العبادة، المحبة لله وعبادة الله سبحانه وتعالى جعلته يشعر بالسكينة، فلا يريد أن يخرج من هذا المكان. فالشاهد أن من مصادرها القلب. جميل. نأتي أيضا من أدواتها اللسان. اللسان هذا من أدوات الأنس بالله. دعنا أحسنت. الله سبحانه وتعالى جعل، وهذه من فضائل الذكر، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ من خير منهم. فألما يشعر الإنسان وأنا مع عبدي إذا ذكرني وما تحركت بي شفتاه، لما أنت يا أبا عبد الله تذكر الله تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتشعر أن المولى ذكرك باسمك، باسمك يا أبا عبد الله، وكل مشاهد ومشاهدة لما نذكر الله شعورنا بأن الله ذكرنا في الملأ الأعلى، في خير من الملأ اللي في الدنيا عند الملائكة، وهذا شرف عظيم. فلما يشعر الإنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واستغفر الله اللهم صل على محمد، يعود نفسه أن يذكر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه شكور. لا يعطي هذا الجزاء فقط في الآخر، يعطيه في الدنيا. الله أكبر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. مصدر مصادر الاطمئنان، مصدر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتأنس وتنشرح؟ بلى، تطمئن وتنشرح عندما تذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان تجد لا يفتر لسانه وقلبه من ذكر الله جل وعلا. فهذا الذكر لو لم يكن فيه شرف وفضل إلا أن الله يذكرك باسمك، كما حصل مع أبي بن كعب لما قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال أو سماني الله لك؟ فبكى أبي لأن الله سماه باسمه. فالذاكر لله يذكره الله. فشعور المؤمن أنه يذكر أن الله يذكره في نفسه أو في الملأ الأعلى يعطيه أنس وسكينة. وإذا تجد من يجد هذا الطعم تجد ما يفتر قلبه ولسانه من ذكر الله في جلسة، تجد يعني الناس في وادي هو في واد. يعني كان أبي أيوب السختياني إذا ذهب إلى بعض الجلسات كان يدخل معه سبحة في جيبه، إذا رأى ناس خاضوا في ذلك فأخذ يسبح في مع يعيش مع ربه جل وعلا، البدن حاضر لكن القلب يسبح في ملكوت السماء يسبح الله جل وعلا، يعيش مع الله يشعر بهذه السكينة وهذه الطمأنينة. فإذا اللسان أيضا كذلك يا أبا عبد الله، اللسان القرآن. فرق بين من يأخذ المصحف وهو يريد ما في ذهنه إلا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، وشخص يستشعر هذا المعنى ويستشعر معه أن هذا كلام الله، الله أكبر، وأن الله تكلم به، وأن الله سخر هذه الألسنة لنطق كلام الله. نعم، الله أكبر. شعور هذا المؤمن يا أبا عبد الله تأخذ المصحف وتشعر بأن الله الملك تكلم بهذا القرآن، الله أكبر. هذه الأحرف تكلم بها الله، هذا يجعلك تريد تحب القرآن وتعمل بالقرآن وتشعر بأن خطاب مباشر من الله لك.
من كما قال أحد السلف من أراد أن يخاطب والله فليقرأ القرآن. أنت لما تأخذ كلام الله هذا خطاب من الله لعبادة أرسل الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية. فالشاهد أن هذا القرآن لما يأخذ الإنسان المصحف الآن الواحد يأخذ القرآن يقرأ شوي ما يقرأ نص صفحة أو يمضي عليه يوم ويومان وثلاثة أيام وهو لم يقرأ شيئا من كتاب الله. فأنا أريد مع الخوف والرجاء أن نستمتع ونتلذذ بمحبة الله والأنس بالله سبحانه وتعالى في سائر عباداتنا وغير ذلك من هذا اللسان. باقية الجوارح البصر لما تنظر يا أبا عبد الله تجلس في مكان وتتفكر في هذا الكون، ما الذي خلقه؟ ما الذي سخر هذه الكواكب؟ ما الذي سخر هذه البحار؟ هذا البحر الآن في جنبنا، ما الذي جعله بهذه الهيئة؟ ما هي الأمور تحت هذا البحار؟ عالم البحار الآن يجلس المكتشفون سنوات حتى يكتشفون ما في هذا البحر. ربنا جل وعلا أي حركة في هذا البحر على ما جل في علاه، تقدست ذاته وأسماءه وصفاته. فلما سيتفكر وهذا بالشمس والقمر والنجوم هذا يعطيه الآن، ولأن الإنسان الآن سبحان الله فطرته يتناغم مع هذا الكون. خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. هذا الكون كله يسبح، النجوم والسماوات والشجر والحجر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فيأنس الإنسان ولكن لا تفقهون تسبيحا. فهذه الآن كلها هذه الأدوات السمع البصر لما يسمع الإنسان، فكل هذه أدوات للأنس بالله جل وعلا. ومن جمال الأنس بالله أن الحديث عنه يعني لا يقل ولا يمل، والوقت يعني يمضي علينا فيه، لكن ماذا يمكن أن نختم شيخنا الكريم حديثنا عن الأنس بالله؟ كم معي من الدقائق عشان دقيقتين يمكن أو أقل. دقيقتين أذكر شيئا يساعدنا جميعا. جميل. أن أنس بالله. الأمر الأول أن يدعو المسلم ربه أن يرزقه الأنس به. جميل. أدعو ربك اللهم أسألك الأنس بك. لماذا يا أبا عبد الله يجلس الواحد أربع ساعات في مجلس قيل وقال وأخذ وعطى توزيع حسنات ولا يأنس مع ربي إذا جلس لساعات أو لدقائق معدودة؟ نراجع أنفسنا في هذا الأمر. ومن علامة كما قال أهل العلم من علامة صحة القلب أن يأنس الإنسان بالله ويستوحش من الجلسات التي لا استفادة فيها. المجلس الذي لا تستفيد منه أو تفيده هو خسارة عليك. وقالوا من علامة مرضه أن يأنس بالناس ولا يأنس بالله، أن يأنس بالناس ولا يأنس بالله جل وعلا. اسأل ربك أن يرزقك الأنس به، وربك كريم لا يخيب من دعاه ولا يخيب من رجاه. الأمر الثاني أن نتعرف على أسماء الله الحسنى ونتعبد الله بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نتعرف على أسمائه جل وعلا وعلى صفاته، فهي من موجبات الأنس والسكينة والطمأنينة. أيضا من جالبات أو من أسباب الأنس بالله أن نقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقرأ في سير الصحابة وكيف كان يسن بالله، نقرأ في سير أيضا التابعين، نقرأ في سير العلماء وكيف كانوا يأنسون وكان أنسهم عندما يجلسون لوحدهم إما في الليل أو في المسجد أو في أي مكان. هذا أنس لم يكن مع المصحف أو يصلي أو يدعو، ما يريد أحد يقطع عليه هذا الأنس بالله جل وعلا. فهذه السير تعطيك الآن يعني دافع حتى أنك تعمل وتسابق وتنافس. ثم أن الإنسان عليه الأمر الرابع أن يراجع نفسه، ما حالي في عبادتي؟ هل فعلا أجد؟ قال أهل العلم من لم يجد طعما لعبادته فليراجع عبادته، لأن الله كريم. قال أهل العلم كما يعني في مجمل الأدلة قالوا فالله سبحانه وتعالى يعطيه في الدنيا والآخرة، الرب شكور شكور وتعالى. ووعد الله جل وعلا بالحياة الطيبة للمؤمن في الدنيا وفي الآخرة. الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيراجع الإنسان نفسه، هل فعلا أتلذذ بالصلاة؟ هل آنس بالصلاة؟ هل آنس بقراءة القرآن؟ هل آنس بذكر الله؟ وغير ذلك من الأعمال الجليلة. وأرى أن الوقت كان نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأنس به. آمين يا رب. الله يجزيك خير شيخنا الكريم، يجعل ذلك في موازين حسناتك. أنا أذكر بس الإخوة والأخوات أن يعني هذه الحلقة الثالثة هي التي ستكون إن شاء الله المسابقة عليها. المسابقة تلخيص لثلاث حلقات كانت للشيخ، حلقة تحدث فيها عن
تفريج الكروبات وأسباب تفريج الكروبات، وحلقة تحدث فيها عن اشتغل بما ينفعك، وهذه الحلقة الثالثة التي تحدث فيها عن الأنس بالله. ثلاث حلقات، مطلوب منك عزيزي وعزيزتي المشاهدة أن تلخصون هذه الحلقات وترسلوا تلخيصاتكم على بريد البرنامج، وتواصلنا دوما يكون عن طريق حساب برنامج يوم جديد على تويتر. ستنزل الحلقات كاملة الثلاثة بروابطها، بريد البرنامج سينزل كذلك على حساب البرنامج حتى نتواصل معكم فيه، وما أردتم أن تسألوا عنه فكذلك عن طريق حساب برنامجنا في تويتر. والجائزة هي عبارة عن جهاز من الأجهزة الذكية، أتوقع أنه سيكون جهاز آيفون 5. هنيئا لمن سيفوز إن شاء الله في هذه المسابقة وغيرها أيضا من الجوائز التي سيعلن عنها إن شاء الله في حينه. ولكن خير من هذا كله ومحتوى هذه المسابقة ونتيجتها، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأنس به، وما أجمل ما ذكره الشيخ من تلك الأسباب التي نحن بحاجة أن نأخذ بها حتى نصل إلى الأنس. جلسة اجعل لله جلسة ولو لدقائق معدودة تراجع فيها نفسك، واقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ سيرة أولئك الأفذاذ والأعلام الذين عاشوا تلك الحياة الطيبة الكريمة، حتى أن أحدهم عندما سمع تلك الأوصاف والأنس والسعادة التي يشعرون بها قال: من لم يكن لهم مثل تقواهم لم يعلم ما الذي أغناهم وأبكاهم، ومن لم ير جمال يوسف المحبوب لم يعلم ما الذي آلم قلب يعقوب. نسأل الله الأنس به في كل أحوالنا. هنا انتهى يومنا الجديد، ألتقيكم على خير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرقي يا شمس إنا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح. غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء. كلنا فهل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام.